مشاهد الاقتحامات جت في وقت طالت فيه الاقتحامات الفنادق اللي فيها السياح. في مشهد بيحصل لأول مرة اقتحام الأمن للغرف اللي فيها السياح في نزلة السمان. يا فندم بعد اذنك ادينا وقت. حول ولا قوه الا بالله. خلاص يا محمد نايمين، الناس راجعه من الاقصر واسوان. حاجه بتاعتها يا باشا؟ هو فرح. طيب فراخي ولا حاجه بتاعتكم مقتوله جوه؟ اه. حاجه كمان ازاي جنبك؟ دي كستمر دي؟ خلاص خزايم اهي. طب الخزايم فين بقى؟ محمد الحاضر دكتور ما تخبطش عليه، ما ينفعش. بس ازاي نخبط على الزباين كده؟ انا مش عارف انتوا بدكم تخبطوهم، ادونا طب حتى فرصه. يا جماعه انا بديهم فرصه، يا جماعه انا بديهم فرصه. يا جماعه انا بديهم فرصه. لا هناك هاني فاضي، هاني هناك موجود. لا ما قلناش والله العظيم هاني موجود. هو الزباين ده ايه؟ احنا جينا على اساس ايه؟ هو الزباين ده ايه؟ هو احنا جينا على اساس ايه؟ في ناس هنا على اساس ايه؟ هو احنا جينا على اساس ايه؟ يا فندم على اساس ايه؟ اشرف فين؟ اشرف فين؟ هاني مكلمني دلوقتي يقول له يا احمد في عارف ان في ناس ليها حاجات انا مش قادر نبكي جنبها ولا اه حاجات تمام انما مش ناس جسدها. وهل ما في واحد يا فندم ما حاجاتهم ربنا يستر برضه ما يصحاش يخرج من هنا. الدنيا ده هيمشي معاك، الدنيا مش كده كده هيمشي. في ناس يا باشا الدنيا هيعمل اكتر من هيشتغل بس برضه. يا باشا يقول لي قلب قلبه فيه فلوس قد كده، فاعمل لي ده ممكن يقول لي ممكن يستغل. ممكن يكلمه. ممكن يكلمه. انا اول مره اشوف الغالب بيحصل. والله العظيم. ايه ده؟ والامريكي فين؟ الامريكي نايم في غرفته نايم وقال لي محدش خبط عليا. معقولة كده نخش على الناس؟ اه معقولة نخش على الناس. الناس راجع معقولة نخش على الناس، مفيش أي حاجة.